مشاهدينا أهلا بكم على تلفزة تي في في بانوراما الصحافة، وفيه نناقش كالعادة مع أصحاب الرأي والصحفيين ما تناولت وسائل الإعلام وما غاب عنها في أسبوع. المشهد الصحفي عندنا فيه اليوم تجاوزات وتضييقات وتهديدات. عندنا زادة صحفيين يحملوا الاسم لكنهم سمسارة، تحسبهم صحفيين يملكوا ربما بطاقة احتراف وهما خدام من أصحاب الأموال والأحزاب واللوبيات. اتخاذ إجراءات ملموسة التصدي للفساد الفاجعة التي حصلت في مستشفى وسيلة بورقيبة في الرابطة. ماذا فعلنا بصحتنا العمومية؟ هذه المعلومة سبق صحفي لهذه القناة، هذه حاجة بين ربي وبين الناس كلها. تونس تطبق القانون حتى لو بالقوة العامة على قناة إعلامية. ثورة الإعلام طبعاً مازالت قوة تستعمل في ضرب الخصوم وفي ضرب الإعلام المختلف. خطير في تونس أن كل المفاهيم أفرغت من محتواها. كنت أعلم أنه تشريه في الأصوات الاثنين. لا لا خلينا نتشريه. هناك إرادة سياسية لتغييب هذا. قوانين المتعلقة بها مخالفة المعايير متاع الوكالة الدولية. تم استعمال المال السياسي يفسد في المهنة. ظهر أن البلاد رخصت وخصنا معها.